شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وجنوبا وشرق بيت حانون شمالا، حيث ألحق القصف الإسرائيلي أضرارا مادية في هذه المواقع بالإضافة للمنازل المجاورة دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات. هذه الحكومة حكومة تصعيد على كافة الجبهات، وهي لا تحسب حسابات ردود أفعال معينة، هي تريد أن تؤجج الصراع تنفيذا للمشروع الصهيوني وإرضاء لتوجهات بن غفير وسموتريتش، وحتى يستطيع نتنياهو أن يخرج من الأزمة الداخلية نتيجة المظاهرات الصاخبة بحقه بما يتعلق بمحاولة تغيير بنية القضاء والجيش لصالحه. وبالتالي هي تصعد في كافة الأماكن، في قطاع غزة، في القدس، في الضفة الغربية. القصف الإسرائيلي جاء بعد إعلان جيش الاحتلال عن اعتراض القبة الحديدية لعدة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، هذا وقد نددت فصائل المقاومة بالعملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي بمخيم جنين متوعدة بالرد على هذه الجريمة. سياسة القصف التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة، ضد المدنيين، هو إرهاب دولة ورسالة من الاحتلال أنه يريد أن يجر قطاع غزة لمعركة استنادا لكل سياسة الإرهاب التي تمارسها. نحن نؤكد أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، ولا يمكن لغزة أن تتخلى عن الضفة الغربية. ما بين تصعيد وتهدئة، الاحتلال الإسرائيلي لا يضع نقطة النهاية عند هذا الحد، ففي أحداث مشابهة جرت مفاجآت ميدانية خرجت معها الأمور عن السيطرة، فتخبط الحكومة الإسرائيلية داخليا ينعكس على سكان قطاع غزة بتجديد الحصار الإسرائيلي وتصعيد الاشتباكات الميدانية. حالة من التوتر والترقب تسود أجواء قطاع غزة تزامنا مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن المزيد من العدوان على الأراضي الفلسطينية. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين.